ممتعنا بانواع مختلفه من الدوناتس. مساء الفل يا شيف حسن. مساء الفل يا بنات ومساء الفل لكل الساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم. عشان نعمل الدونات اللي قدامي ده باشكاله دوت بحشواته بالتوبنج بتاعه، تعال ما نشوف العجينه. ما شاء الله عامل كل انا حسيت ان انا في مطعم دونات. يا جمالك يا حسن، ده في البيت ولا انت بحشواته من غير كمان؟ ده معانا بيت. انت عامله هنا؟ هنا. ونقدر نطلعه في البيت بالشكل شكله كده؟ بالشكل ده. اه اكنه محل دونات. بالظبط كده قدامك الاستعراض ده كله بالفيلم. بص بص الدونات ده. بص 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 الحركه دي. بص بص الدونات يا دي. لا روعه روعه، عامل كل الاشكال اللي بنشوفها في المحلات، تقدري تعمليها في البيت بكل سهوله. موضوع سهل خالص ويسر. بعد ما زي حسني استعرضه لك اهو واستاذتنا الجميله وسيده ولميس بجوز الهند، عامل لي جوز هند مخصوص. اه وعندك بقى بصي البرايت ده كله. انا خايفه اكون حاطط لي فيه دواء اسمه. لا بعد الشر بعد الشر بعد الشر. عارف الفيلم بتاع الشربه؟ لما حطيت لها الشربه. انت هتاخدي عشان تدوقي. اه اللي في النص ابو السكر. ليه ما ناخد واحده بحالها؟ لا دوقي دوقي. انت ايه نص؟ في ايه؟ كيتو كيتو خالص. عشان الكيتو. سمباتشيك. عجينتنا عباره عن ايه؟ تعالوا اما نشوف عباره عن ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل اساس التخمير. كوبايه وربع لبن دافي. الله الله الله. كوبايه وربع لبن دافي، ربع كوبايه سكر، ربع كوبايه من الدقيق، نص معلقه كبيره خميره فوريه حلوه جدا، 2 عدد بيض، ذره فانيليا. يبقى انا هنا حطيت اللبن، حطيت الدقيق، حطيت السكر، الخميره، البيض، الفانيليا. بصي ده اللي هيخمر وهيظبط لنا كل حاجه. بعد ما خفقته كده، بصي يا حسني، بعد ما خفقته كده اروح ايه مغطياه وكده اهو، واسيبه لحد ما يخمر كده يا حسني. يبقى زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، دي دي دي. يبقى هنا ده التخميره وده البولش، اسمه بولش. لبن وسكر ودقيق وخميره وبيض وفانيليا. اهو قدامك اهو. هو ده اللي خمر، يبقى ده لسه وده اركنه ساعه يخمر. بعد كده يا حسني بجيب عندي 4 كوبايات من الدقيق. احط له نص معلقه بيكنج باودر وذره ايه؟ ملح. يبقى 4 كوبايات دقيق، واروح جاي حاططهم اهو في العجان بتاعي أو على إيدي زي ما أنا عايز. وأروح جاية ممكسة الدقيق والبيكنج باودر والملح بالشكل ده، وأفتح البولش التخمير بعد ساعة. خمر عندي أهو، أكون مغطياه بكيس بلاستيك. بص التخمير يا حسني أهو عند هشام. يا جمال. واروح جايه ملماه كله عشان ريحه الخميره دي اساسي في الدونت. انزل العجينه دي كلها واعجن كويس. فاضل دي مرمهاش. عندي معلقتين من الزبده اقطعهم مكعبات كده يا حسن. قول يا محمد. المناديل فين؟ بص العجينه تبدا تجمع كده زي ما انت شايف. ايه الاخبار يا بنات؟ زي الفل. كتير. جربوا كله، عايزين رايكم في الكل.